مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة حاليا مع قصة كفاح أربع شباب من محافظة دمنهور وسوهاج، جم مخصوص من دمنهور وسوهاج علشان يبيعوا الفريسكا. مشروع جديد ومشروع مختلف في عروس البحر المتوسط، عليه إقبال كبير من المواطنين. برحب بكم معنا في اليوم السابع. قولي بقى كده بداية المشروع بتاعكم فريسكا مودرن، المشروع بدأ ازاي والفكرة جات لكم ازاي؟ انا اول ما بدأت كده كنت شغال، انا اسمي حسام من دمنهور ومعايا محمد وخالد وابراهيم اخواتي، محمد وخالد من سوهاج وابراهيم اخويا من دمنهور برضو معايا. فانا اول ما بدأت فريسكا اتكلمت اشتغلت انا وخالد في محل عصير وكده في الإبراهيمية، فكان هو شغال فريسكا عادية وكده، فاشتغلنا بتاع 10 سنين مع بعض وكده، وكانت أول معرفتنا أنا وخالد مع بعض. فحصل خلافات بيننا وبين صاحب المحل وكده، فحبينا إن احنا ناخد خطوة وكده، فاحنا خدنا المجال الفريسكا ده طورنا منه وكده، فضفت الميكسات بقى وكده اللي هي مثلا شبه التوينكز الهوز، شبه مثلا التوينكز الهوز الاوريو الوايت شوكليت، مثلا بقى نعمل عروض مثلا كل اسبوع، مثلا مش بنثبت مع العميل بتاعي على حاجة ثابتة، كل اسبوع بنطور مثلا مثلا عرض اللوتس وايت شوكليت، عرض 2 كندر 20 بدل 30، بنطور مثلا في عرض اللمة، حاجات شبه كده تمام. ومثلا لو الزبون مثلا طلب اضافه سوسات او اي حاجه مثلا انا بنضيفها، مش بناخد عليها فرق سعر. ايه اكتر حاجه الناس بتفضلها؟ انا بالنسبه للزبون بتاعي ما بيثبتش على حاجه معايا، لان انا مثلا عملت له النهارده مثلا فريسكا كيندر ميكس اللوتس عجبته، فالدور الجاي مثلا بيبقى حابب اللي هو يجربها تاني، فاهم قصدي؟ بقول له مثلا لا انا هعمل لك ميكس تاني، مش بثبت الزبون على حاجه، فاهم قصدي؟ فانا مثلا بعمل له مثلا نوتيلا ميكس لوتس، بشغل مثلا العميل بتاعي مثلا ميكسات، بيجي لي مثلا شباب بالليل وحاجات من دي بيسيبوا لي على طول، ف بيجيبوا اصحابهم بقى وكده. فالموضوع بتاعي على مواقع التواصل الاجتماعي الناس مبسوطه جدا من الفكره، الحمد لله بفضل ربنا وكده، لان احنا برضو اللي احنا مرينا بيه انا وخالد موضوع صعب وكده، فأنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه، وكانت ديت بداية. فنشكر برضو الأستاذة بيبي عكاشة في الأول خالص، هي اللي نزلتنا على النت وكده، والأستاذ عدنان. ف دلوقتي أنت بتعمل عروض، كلمنا كده عن العروض. مثلا عندي عرض، عامل عرض مثلا ب 15، واحد مندلين وواحد مورو، ده ب 15 بدل 20. الاسعار عندك تمام من 15 مثلا من 15 من 5 ل 15. طيب مثلا لو حد عايز انواع يعني حاجات معينه انت بتنفذ له، اي حاجه بتبقى موجوده، انا عندي اللندت، عندي الدارك والحاجات، كل حاجه موجوده عندي، مفيش نوع شوكولاته عندي مش موجود، بس لسه في يعني انا عندي زبده فول السوداني وحاجات تانية كتير موجوده، بس انا لسه ما نزلتهاش في المنيو، فاهم قصدي؟ لكن بالنسبه للزبون بتاعي انا مثلا بجيب له حاجه مش موجوده، بس هو عارف اللي موجود عندي كده. انا من دمنهور ومحمد وخالد اخوه من سوهاج، برضو يوسف كصاحب المكان برضو من سوهاج بلديات محمد، فاهم قصدي؟ يوسف صاحب المكان برضو اخ كبير لنا. يعني عايزين نتكلم معاك، انت من محافظه سوهاج، وقبل التصوير قلت لي ان انت جاي اسكندريه مخصوص علشان تعمل المشروعات دي، بتسافر لاسرتك كل قد ايه؟ على حسب والله، ممكن كل 5 6 شهور عشان المسافه مثلا والشغل وظروف الشغل، يعني هي اللي بتحكم، على حسب يعني كل 5 6 شهور يعني. خمس متزوج في سوهاج؟ وقاعد هنا مع اصدقائك؟ مع اصدقائنا. حسام من دمنهور. يعني الشغل كنا شغالين مع بعض في محلات عصير، فتعرفنا على بعض، بقينا اكتر من الاخوات يعني مع بعض، بقينا اكتر من الاخوات. قول لي مواعيد العمل بتاعتكم. من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 1 الصبح برضه، من الساعه يوميا شغالين الحمد لله.
عشان عشان عايزك يعني تقولي كده تعملي حاجة على مع بعض واحنا مع بعض كده، يعني مشروع مميز، ويعني مشروع فريسكا مودرن هنا. احنا موجودين في منطقة سيدي جابر. الحقيقة ان ناس كتير يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني ريفيو خاص بالمشروع ده رائع جدا، والناس يعني مبسوطة من المشروع. يعني بتفكروا ان انتوا تكبروا المشروع ازاي؟ ان شاء الله واحدة واحدة، نفسنا ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وناخده محل ونكبر من المشروع. عايزين ربنا يكرمنا بس ناخده هنا بعد شهر رمضان على طول، بعد العيد على طول، بعد العيد الصغير على طول موجودين هنا. موجودين في المنشية. فرعنا الثاني في المنشية. مثلا بالنسبة مثلا عندي افكار جديدة وكده، مثلا ممكن نعمل مثلا شبه اللي هي فتة الفريسكا، مثلا بتبقى عبارة عن مثلا طبق كله صوص شوكولاته من الجناب وكده، ومثلا نحط فيه بسكوت مكسر وعليه زبده اللوتس والنوتيلا وكده. الافكار ديت مثلا انا بقترح مثلا بقعد مثلا بحاول بحب اللي انا اطور، فقصدي مش بثبت الزبون بتاعي على حاجه معينه، لان انا عندي افكار كتير بس مثلا الامكانيات عندي والمكان مش مساعدني. انا كنت داخل كليه هندسه بس انا ما كملتش بعد وفاه جد وكده، فالحمد لله اللي احنا فيه. انا بسافر مثلا يعني كل 3 شهور مره مثلا، رغم ان انا من دمنهور بس شغل الله يحكمني، لان انا برضو مثلا عايز اجيب شقتي، عايز اجيب حاجه مثلا، لازم اتعب اليومين دولت عشان ارتاح بعد كده. فبرضو يعني احنا لازم نشقى واحنا صغيرين عشان نرتاح لما نكبر. انا عندي 24 سنه، مواليد 96. عندك؟ عندي 27 سنه، مواليد 94. عاد 27 سنه الحمد لله. الله يبارك لنا احنا فيه ان شاء الله. يعني مشروع الحقيقه رائع، 4 شباب جايين مخصوص من دمنهور وسوهاج لتنفيذ مشروع فريسكا مودرن. الحقيقه ان في اقبال كبير من المواطنين على شراء الفريسكا، هي يعني انواع مختلفه زي ما احنا شايفين، انواع واشكال مختلفه. ناس كتير بتيجي مخصوص علشان تشتري منهم الفريسكا. يعني احنا اليوم السابع دايما بيشجع الافكار الجديدة والمشروعات الجديدة. بنشكركم شكرا جزيلا. كنت معكم في هذه التغطية اسماء بدر، شكرا.